فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. دراسة جدوى مشروع ثلاجة تبريد وتجميد. كلنا يعلم أن معظم السلع الغذائية من الفاكهة والخضروات لابد من توافرها طوال العام، وليس هذا فقط بل لابد أن تكون رخيصة الثمن حتى تكون في متناول الجميع، ولكن للخضروات والفاكهة مواسم معينة، لذلك يتم حفظ الأغذية داخل ثلاجات التبريد والتجميد للحفاظ عليها من التلف، حيث أن البكتيريا تنشط في درجة الحرارة العالية، وكي نحد من نشاط البكتيريا الغذائية يجب حفظها في درجات حرارة منخفضة جداً. لذلك يتم حفظ الأغذية داخل ثلاجات للتبريد أو التجميد للحفاظ عليها من التلف، ولذلك دراسة جدوى مشروع ثلاجة تبريد وتجميد من المشاريع الهامة والتي يجب تنفيذها داخل البلد، كما أنها من المشاريع المربحة جدا. وفي هذا الفيديو سوف نوضح دراسة جدوى مشروع ثلاجة تبريد وتجميد، فتابعوا معنا. المكان المناسب لعمل ثلاجة تبريد وتجميد. من أهم الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع اختيار الموقع والمكان المناسب لفكرة المشروع، والذي يساعد على زيادة حجم المشروع ونجاحه في فترات زمنية قصيرة. على أن يكون الاختيار بدقة عالية بالقرب من الأسواق والمناطق التي يقصر المقبلين عليها من الناس، حيث يجب معرفة الموقع الجغرافي الذي سيقام عليه هذا المشروع حتى يتم إخبار المهندس الذي سيقوم بتنفيذ كل متطلبات المشروع، ويتم عمل دراسة كافية لدرجات الحرارة داخل وخارج المكان. أيضا يمكن تنفيذ هذا المشروع داخل شقة كبيرة أو مخزن، لذلك يتم الاستعانة بشركة هندسة لعمل ثلاجة تبريد وتجميد. وأيضا يستحب عمل ثلاجة التبريد والتجميد بالقرب من الأسواق، حيث يوفر الوقت والجهد ويحافظ على جودة المواد الغذائية، خاصة في الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة. وبالنسبة للمواد المراد تخزينها داخل الثلاجة، إن كل عنصر من المواد الغذائية يحتاج إلى درجة حرارة خاصة به، لذلك يجب معرفة المواد الغذائية التي ستدخل حيز تنفيذ المشروع. وأيضا لابد من عمل تقسيم لوحدة تخزين الثلاجة، وبالتالي يتم عمل حساب نسبة التبريد لكل نوع من المواد الغذائية، حيث أن الخضروات والفاكهة والأسماك ومشتقات الألبان وأيضا اللحوم والمأكولات البحرية لكل نوع من المواد الغذائية له درجة تبريد ثابتة حتى لا تحترق المواد الغذائية أو تفسد إذ لم يتم وضعها في درجة الحرارة المناسبة لها. بالنسبة للأوراق القانونية لتنفيذ المشروع، قبل البدء في تنفيذ هذا المشروع لابد من توافر كل المتطلبات الحكومية ليتم تنفيذ هذا المشروع بالشكل الصحيح، وهذه الأوراق يتم استخراجها من وزارة الزراعة. بعد ذلك يتم عمل ترخيص للمنشأة الذي سيقام عليها المشروع، أما عن باقي الأوراق يتم معرفتها من وزارة الزراعة. هناك بعض التفاصيل عن دراسة جدوى هذا المشروع يجب على المستثمر قبل البدء في هذا المشروع معرفة عدة عوامل هامة، وهي: 1- يجب عمل دراسة مالية دقيقة حتى يتم معرفة كافة التكاليف المطلوبة داخل المشروع الخاص بالتبريد والتجميد. 2- يجب معرفة جميع المواد الغذائية التي نسبة الاستهلاك عليها كبير كي يتم استخدامها في التخزين. 3- يجب عمل دراسة تسويقية للمشروع بشكل منظم للمنتجات المخزنة لديه. 4- يجب عمل مساحة دقيقة ومفصلة بعد أعمال العزل وترك مسافة حوالي 50 سنتيمتر من سطح الغرفة
أما عند تركيب المراوح داخل الغرفة يتم ترك 10 سنتيمترات فقط بين الجدران والمخزن، وبالتالي يتم عمل كوردون للوحدة ب1 متر، وبهذا يكون قد تم عمل تحديد للمكان، وأيضا تم تحديد السعة التخزينية للمكان بالشكل النهائي. 5. القيام بعمل جميع التجهيزات الميكانيكية المطلوبة إذا كانت كل غرفة على ارتفاع بنسبة 4.5 عرض و6 أمتار من الطول. 6. لابد من عمل لوحة كهربائية للتحكم في كل العوامل الميكانيكية للتلاجة في حالة حدوث أي عطل أو ماس كهربائي لا قدر الله. 7. يجب ألا يكون نسبة الأحمال الحرارية غير عالية حتى لا يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغرفة. هذا المشروع يحتاج إلى عمل دراسة لكيفية تصريف المياه الخارجة من المبخرات كي لا تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهذا قد يسبب انسداد داخل مواسير الفريون وأيضا يسبب تسريب للمياه. القيام بعمل ستائر هوائية داخل الثلاجات كي لا يتسرب الهواء من الثلاجة إلى الخارج فيحدث عطل أو يحدث تلف للمواد الغذائية. وهناك أيضا بعض التفاصيل الأخرى عن دراسة الجدوى. لابد من معرفة درجات التجميد المناسبة للمواد الغذائية، حيث درجة حرارة التجميد 40 درجة تحت الصفر وربما تصل أقل من ذلك للمواد الغذائية الطازجة. القيام بقفل وغلق أبواب التخزين بإحكام أثناء التنزيل والتحميل، وهذا عن طريق وضع أبواب رأسية يوجد بها المادة العازلة بالبولي إيثيلين، ويتم وضعها للقيام بالحماية الخارجية للسيارات أثناء النقل. يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يوجد أبواب سريعة الغلق ذات حساسات كهربائية أرضية للتحكم في غلق وفتح الثلاجة خلال فترة زمنية معينة وهي 30 ثانية، وهذه الأبواب تعمل على تقليل الفاقد من التبريد. يجب العلم أن المبخرات لا يمكن وضعها في مواجهة أبواب الثلاجة، بل يتم وضعها بالعكس. يجب عمل صيانة شاملة لكل أجزاء ثلاجة التبريد والتجميد حتى لا يحدث عطل أثناء تخزين المواد الغذائية. أنواع تخزين المواد الغذائية: يوجد نوعين من التخزين داخل ثلاجة التبريد والتجميد. أول حاجة التخزين بأرفف الثلاجة أو بالباليتات. 2. التخزين على أرضيات مساحة الثلاجة. وبالنسبة للعمالة اللازمة، تعتبر معظم المشاريع التي يدخل فيها المواد الغذائية تحتاج إلى عمالة كثيرة للقيام بتخزين وتحميل وتنظيم في المواد الغذائية. لذلك في دراسة جدوى المشروع لابد من توافر عدد 2 أو 3 من العمال للقيام بتخزين المواد الغذائية داخل الثلاجة، وأيضا يمكن أن يزيد عدد العمال إذا كانت مساحة المشروع كبيرة وتحتاج إلى الأيدي العاملة. في النهاية نرجو أن نكون قد قدمنا لكم موضوعا شاملا ومفيدا عن دراسة الجدوى لمشروع ثلاجة تبريد وتجميد، وذكرنا كل العوامل اللازمة لنجاح هذا المشروع، وشكرا للمتابعة. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.